خبر آخر وملحمة أخرى الحقيقة للدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة تجاه المصريين العالقين في الخارج. احنا بقالنا أكتر من 3 أسابيع بنتابع مع حضراتكم ملف أو حالة المصريين العالقين تحديدا في الإمارات، كانوا متوجهين للكويت ولكن بسبب تعطيل أو تعطل حركة الطيران المتوجهة للكويت، فالحقيقة مجموعة كبيرة من المصريين فضلوا في الإمارات فترة طويلة، وكان في جهود واضحة متمثلة في وزارة الهجرة، وكان في دور برضو المؤسسات المجتمع المدني ورجال أعمال المصريين من خلال الوزارة اللي كانت بتدعم المصريين هناك العالقين في الإمارات. النهاردة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج استعرضت جهود الوزارة والجهات المتعاونة على مدار 3 أسابيع كاملة لحل تداعيات أزمة العالقين في الإمارات للي كانوا متوجهين لدولة الكويت زي ما كنت قلت لحضراتكم، وتوفير الإقامة والرعاية واحتياجات المواطنين الذين تقطعت بهم السبل فجأة خلال رحلة العودة لأعمالهم بسبب تعطل حركة الطيران للكويت. خلونا نعرف تفاصيل أكثر. معنا عبر الهاتف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. معالي الوزيرة برحب بحضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا. وصلنا لفين يا فندم في هذا الملف بالنسبة لمجموعة المصريين اللي طبعا موجودين في الإمارات مع توقف حركة الطيران للكويت على الرغم من طبعا من المفترض أنها كانت تفتح أول العام؟ زي ما حضرتك ذكرتي بالتأكيد أزمة العالقين الثانية تمثلت تحديدا في شريحة من العمالة البسيطة اللي كانت بتشتغل في الكويت واللي سافرت عن طريق الإمارات للوصول إلى الكويت، وده اشتراط الحقيقة دولة الكويت إنه اللي يرجع لها مرة أخرى في ظل جائحة كورونا لابد إن هو يمر ببعض الدول منها الإمارات العربية المتحدة. عشان كده كان عندنا يمكن فوق 2000 من المواطنين المصريين من هذه الشريحة اللي توجهوا إلى الإمارات، والحقيقة قضوا ال 14 يوم حجر صحي استعدادا لسفرهم إلى الكويت، ولكن طبعا جاء قرار دولة الكويت بغلق المجال الجوي وبنحترم طبعا قرارات الدول وسياداتها في هذا الشأن. أسقط في يد هذه الشريحة إزاي يقدروا يكملوا إن هم يستمروا في الإمارات العربية وهم الحقيقة ما عندهمش من الأموال ما تكفيهم إن هم يقعدوا أكتر، خاصة وإن الكويت ما كانتش برضو أعلنت تاريخ فتح مجالها الجوي. نعم. زي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين سفارتنا وقنصلياتنا في الخارج بتقدم الكثير من الخدمات، ولكن لا يوجد موارد مادية تسمح للسفارة والقنصلية بدفع أو التكفل بإقامات هؤلاء المواطنين في الدول الأخرى. عشان كده استعنت برجال الأعمال المصريين في الإمارات، مؤسسة مصر الخير، بنك مصر. الحقيقة دايما بتعامل مع ملف المصريين في الخارج إنه ملف أمن قومي، لأنه بالتأكيد إنه هذه الشريحة لو كنا سبناها كانت هتبقى فريسة لاستقطابات فكرية وأيضا أفكار سلبية عن إن الدولة مش هتلتفت لهم، دولتكم سابتكم. كان لابد من التحرك السريع عشان نبقى مع المواطن ونقدر إن احنا نتكفل بإقامته حتى يتمكن من السفر مرة أخرى إلى الكويت. كان في كثير الحقيقة من الجهود، استعنا بمواطنين مصريين، عندنا الأستاذ مينا المحامي والأستاذ محمد أيضا، والحقيقة الاثنين عملوا شغل هايل مع وزارة الهجرة بقوائم الأعداد وبأماكنهم والفنادق وكل الحقيقة التبرعات اللي حصلنا عليه عشان نقدر إن إحنا نوصل المواطن لغاية تاريخ إعلان الكويت اللي هو كان يوم 2 يناير فتح مجالها الجوي. ولكن زي ما حضرتك عارفة إنه لما الكويت تفتح مجالها الجوي يوم 2 ده مش معناه إن 2000 هيسافروا يوم 2. فأيضا إحنا استمرينا لغاية امبارح 10 يناير في إن إحنا متكفلين بهؤلاء المواطنين حفاظا على كرامتهم، حفاظا على أمننا القومي، حفاظا على رعاية المصريين في الخارج، وده تكليف القيادة السياسية. حتى استطاعوا ان هم يغادروا الى الكويت مرة اخرى. العدد كامل يا سيادة الوزيرة غادر خلاص للكويت ولا في مجموعة فقدت الاعمال ورجعت مصر؟ لا، الحقيقة كلهم طبعا بيرجعوا للكويت، ما فيش حد منهم رجع مصر خالص. انما بيتبقى من الـ2000 مجموعة بسيطة تقريبا على يوم 14 او يوم 15 ان شاء الله الطيارة بتاعتهم الى الكويت.
خليني في هذه المناسبة أشكر الكويت إن هي فتحت على طول كما وعدت مجالها الجوي يوم 2 يناير، وأشكر أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن هي الحقيقة الناس دي طبعا ما لهمش إقامات في على دولة الإمارات، فكان لابد أو كان يعني من الكرم الزائد إنه تم مد صلاحية إقامتهم في الإمارات بدون غرامات. يعني كده المجموعة العالقة في الإمارات كلها غادرت الكويت فعلا يا معالي الوزير؟ فاضل مجموعة بس بسيطة، إنما الأغلب كله سافر. بما أن حضرتك كنت بتتكلمي عن فكرة دور الوزارة مع هذه القضايا أو المجموعات من المصريين اللي نظرا لبعض الظروف ممكن يبقوا عالقين في بعض الدول العربية وغيرها، في قانون بيتم إعداده، صندوق لطوارئ ومظلة أمنية، حضرتك عرضتي إيه تفاصيل هذا القانون يا فندم؟ مظبوط. الحقيقة وزارة الهجرة كانت قدمت لمجلس الوزراء تحديدا بالتأكيد دولة رئيس الوزراء مشروع قانون الحقيقة بيتكلم عن المظلة التأمينية للمصريين في الخارج وصندوق لرعايتهم. الحقيقة أنه موضوع زي اللي احنا مرينا بيه الفترة دي فيما يتعلق بأنه الناس محتاجة فلوس عشان تقدر أن هي تتكفل بإقامتها، لو كان عندنا الصندوق ده كان ممكن ان هو يسهل علينا الكثير من الامور، بدل ما كنا الحقيقه نجري علشان نقدر نشوف ازاي نجيب منين الفلوس. انما الحقيقه عندنا هذا المشروع، وان شاء الله في دور الانعقاد لمجلس النواب القادم سيتم تقديمه من مجلس الوزراء بعد اخذ كل الموافقات اللازمه، انما تم الانتهاء منه، وهو زي ما حضرتك ذكرتي بيتكلم عن رعاية المصريين وصندوق رعاية المصريين في الخارج. خليني أسأل حضرتك برضو بمن حضرتك معانا عن ملامح وأهداف الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج، برضو الوزارة شغالة عليها. زي ما حضرتك عارفة في أزمة العالقين الأولى كانت من ضمن الشرائح اللي الدولة رجعتها شرائح الطلاب الدارسين في الخارج بعد لما جامعاتهم أغلقت وأيضا مدنهم الجامعية. عشان كده اشتغلت وزارة الهجرة مع الشريحة اللي رجعت مصر، وابتدينا ان احنا الحقيقة نعمل لهم الكثير وننظم لهم الكثير من الزيارات والمقابلات مع وزراء، سواء وزير الري، وزير الاتصالات، المجلس القومي للمرأة، والحقيقة كمان قبله دولة رئيس الوزراء اتعرفوا على الحقيقة الكثير من المعلومات عن الدولة وتحولها الرقمي، وأيضا الأثمارات وروضة السيدة وكل العشوائيات اللي تحولوا إلى أماكن لائقة مش بس لحجر متغير ولكن لبناء الإنسان نفسه في هذه المناطق. الحقيقة كل هذه الزيارات كان الهدف منها مش بس التعريف، ولكن البداية لاستراتيجية الحقيقة بتنظمها وزارة الهجرة وسيتم الإعلان عنها في نهاية هذا الشهر فيما يتعلق باندماج الطلبة الدارسين في الخارج مع دولتهم. بالتأكيد أنه دايما بنتكلم عن العقول المهاجرة، وبنتكلم إزاي أن لابد من الاستفادة منهم وتخصصاتهم الحقيقة اللي بيدرسوها في الخارج. هذه الاستراتيجية اللي أعدتها وزارة الهجرة هي الحقيقة بالأساس ربط هذه العقول المهاجرة بالدولة المصرية، وأيضا استخدامهم كقوة ناعمة للدولة في الدفاع عن قضاياها في الخارج، بجانب طبعا الجهود الدبلوماسية الرسمية للدولة. هي وزارة الهجرة معالي الوزير شغالة على هذا الملف منذ فترة، ومع كل القطاعات والطبقات المختلفة اللي هاجروا للخارج نحن نستفيد منهم بأفضل شكل ممكن في الدولة المصرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.